أهلا وسهلا بكم في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في المدى، اللجنة العليا تفرض حظرا للتجوال مدة 10 أيام ابتداء من الخميس المقبل. في الهيئة نت، عقب انفجارين حريق هائل يلتهم كدسا للعتاد جنوبية غربي العاصمة. في الجزيرة نت، احتجاجات ليلية في بغداد والجنوب على انقطاع الكهرباء وانفجارات بقاعدة قرب العاصمة. في العربي الجديد، الأمن العراقي يستخدم الرصاص الحي لتفريق تظاهرات ليلية وسط بغداد. في عربي 21، مقتل متظاهر عراقي بقمع مظاهرة وسط بغداد. في القدس العربي، جيش الاحتلال ينشر بطاريات من منظومة القبة الحديدية على امتداد الحدود الشمالية. وفي الشرق الأوسط، إصابات العالم تتجاوز 16 مليونا وسط مخاوف من عودة القيود. أهلا بكم، والآن من العناوين ننتقل وإياكم إلى ما اخترنا لكم من مقالات، والبداية بهذا المقال المنشور في يقين نت وجاء في مطلعه: لا تزال معضلة نقص الأكسجين الطبي في العراق تلقي بثقلها في المستشفيات العراقية تزامنا مع تفشي جائحة فيروس كورونا في البلاد. تقرير لموقع يقين نت حول أزمة الأكسجين وأسباب نقصانه واستيراده من خارج العراق. منذ أكثر من شهرين تفاقمت مشكلة نقص الأكسجين في العديد من المستشفيات العراقية التي تضم مرضى فيروس كورونا، ما أدى إلى وفاة العديد من المرضى. لا توجد إحصائية دقيقة لعدد معامل الأكسجين الطبي في البلد، إلا أن مدير الدائرة الفنية في وزارة الصناعة والمعادن ناصر إدريس أكد أن جميع المحافظات العراقية تضم معامل حكومية لإنتاج الأكسجين الطبي، مضيفاً أن العاصمة العراقية بغداد تضم قرابة 7 معامل لإنتاج الأكسجين. هناك ما يقرب من 12 معملاً لإنتاج الأكسجين الطبي في البلد، مؤكداً أن هناك ما يقرب من 8 معامل إنتاج للأكسجين الطبي متوقفة عن العمل بسبب عدم الطلب المحلي عليها وعمل وزارة الصحة على استيراد الأكسجين من دول الجوار. وكشف مصدر طبي لوكالة يقين عن أن أزمة نقص الأكسجين بدأت في منتصف شهر حزيران يونيو الماضي بعد أن ارتفعت معدلات الإصابة بالفيروس في الناصرية. إن أزمة نقص الأكسجين في مستشفيات العراق ترجع إلى الفساد وتحكم شخصيات حزبية متنفذة بملف الأكسجين الطبي في البلد. ويضيف المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن هويته أن ما لا يقل عن 50 مصابا بالفيروس توفوا في مستشفيات الناصرية خلال شهر واحد نتيجة عدم توفر الأكسجين الطبي، مؤكدا أن الأزمة بين شد وجذب وأن وزارة الصحة وفرت الأكسجين الطبي للمستشفيات، لكن كمية ما تحتاجه المستشفيات يفوق ما توفره الوزارة بسبب عدد الإصابات الكبير. تستمر أزمة نقص الأكسجين في المستشفيات العراقية حتى وصل حال البلاد إلى استيراده من دول مجاورة كإيران والكويت أيضا، في الوقت الذي يشير فيه صناعيون إلى أن العراق بات يستورد الهواء في سبيل الحد من وفيات فيروس كورونا. منذ مدة ليست بالقصيرة أبحث عن اسم أو عن اسم من اقترح الإعلان عن عدد المواطنين المتعافين من كورونا في مبتدأ الإعلان اليومي عن الموقف الوبائي للجائحة فلم أفلح، وأظنه أحد أعضاء خلية الأزمة أو وزارة الصحة، فاتخذ مسارا في بيانات المصابين بهذا الفيروس الأسود. الكاتب زيد الحلي يطالب وزارة الصحة بالمصداقية حول بيانات فيروس كورونا بمقال منشور في صحيفة الزمان العراقية. منظمة الصحة العالمية وغيرها من الجهات التي تتعامل مع الأوبئة والكوارث تؤكد ضرورة مبدأ الصدمة للمواطن
وتجعله متيقظاً دوماً على معرفة بعدد الإصابات والوفيات أولاً بأول قبل عدد المتعافين، مع الإشارة إلى أن ذلك سببه عدم التقيد بالإجراءات الواجب اتخاذها للوقاية. إن قرار فرض الحظر أيام عيد الأضحى المبارك مهم، فالمواطن نتيجة الإعلان اليومي لعدد المتعافين كون له مسوغاً في التراخي عن التوصيات الصحية بشأن التباعد الاجتماعي وارتداء الكفوف ولبس الكمامات وغيرها من الاحترازات المطلوبة. قد يظن بعضهم أن الحظر في العيد يعد تدخلاً في حقوق المواطنين الشخصية في ظل تنامي عدد المتعافين حسب ما تذكر يومياً دائرة الصحة العامة بوزارة الصحة والبيئة، لكن يقول إن حماية المواطن أهم، فالمرض يسري كالهشيم. إن القيود التي تفرض على بعض الحقوق في سياق التهديدات الخطيرة للصحة العامة وحالات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة ضرورية للغاية بناء على أدلة علمية، فمن الواضح أن وباء كوفيد-19 بمدى اتساعه وخطورته يرقى إلى مستوى تهديد للصحة العامة. وزارة الصحة في العراق جعلت المواطن لا يكترث للمرض لاعتقاده أن الفيروس ولا أو في طريقه إلى النهاية، فأصبحت الوقاية أولوية ثانية أو ثالثة عنده، كما نشاهد من خلال ما يعرضه التلفاز من لقاءات مع مواطنين لا سيما في المناطق الشعبية. تعتبر مدينة النخيب بالاعتبارات العسكرية الإيرانية منطقة ردع في الصراع القائم بالمنطقة، كونها تمثل تهديداً مباشراً لدول المنطقة وفي طليعتها المملكة العربية السعودية، كونها المدينة التي تقع في منطقة وسطية تؤمن الوصل إلى أهدافها من أقرب نقطة، ويعدها القادة العسكريون الإيرانيون خاصرة موجعة ورخوة للمملكة العربية السعودية والتي يمكن الانطلاق منها إلى العمق السعودي، وهي محاولة إيرانية لتطويق ومحاصرة المملكة العربية السعودية من جهة اليمين بالحوثي ومن جهة العراق بميليشيات الحشد الشعبي الولائي. حول الموضوع كتب حاتم الفلاحي في موقع مركز رسام للدراسات. تشهد مدينة النخاب في هذه الفترة تحركات عسكرية مرهبة لميليشيات الحشد الشعبي الولائية، بما فيها انتشار وتفتيش غير مسبوق للمنطقة، حيث أصدرت اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي بياناً حمل الرقم 27 بيّنت فيه العديد من النقاط المهمة والجوهرية، والتي جاء فيها أن ما يحصل من انتشار في صحراء الأنبار هو جزء من مشروع إيراني قديم للاحتلال للمنطقة. وأشارت إلى توجيه أرتال من ميليشيات الحشد الشعبي نحو مثلث الحدود العراقية السعودية الأردنية على طريق منفذ الفيضة ومنطقة الرادار في بئر عباس ومنطقة جلبات الحدودية مع المملكة العربية السعودية. تحاول أن تتخذ إيران والميليشيات التابعة لها من مدينة النخاب والمناطق المجاورة لها نقطة انطلاق وقاعدة متقدمة لعملياتها العسكرية المحتملة في المنطقة، لكون هذه التحركات العسكرية تحصل في المدينة والشريط الحدودي ترتبط بالصراع الذي يحصل في المنطقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وهي تأتي احتمالية لاندلاع مواجهة عسكرية بين الطرفين. وإذا ما أجبر طهران على القتال فإنها ستقاتل باستراتيجية حافة الهاوية، التي تعني ببساطة استخدام الأوراق والأدوات كافة التابعة لها لإشعال المنطقة عبر وكلائها في العراق وسوريا ولبنان واليمن، ويمكن لها أن تعمل على تحريك الخلايا النائمة والتابعة لها في كل من البحرين والسعودية والكويت، وجميعها أدوات إيرانية يمكن أن تحقق توازنا للرعب بين الطرفين إذا ما حصلت المواجهة، التي يمكن أن تكون تهديدا مباشرا للمصالح الأمريكية وحلفائها في المنطقة. يضيف الكاتب أن سيطرة الميليشيات الإيرانية على مدينة النخيب والشريط الحدودي يجعل لإيران تواجد وإطلالة مباشرة على السعودية والأردن، لذا فهي معبر مهم لإيران لهذه الدول على المدى القريب والبعيد. وبنفس الوقت اتخذت الميليشيات المدينة نقطة انطلاق للوصول إلى سوريا كطريق بري بديل وسوقي،
حيث أنشأ مؤخرا هذا الطريق أو أنشئ هذا الطريق المختصر الذي ينطلق من منطقة عين التمر الرحالية في كربلاء مرورا بمنطقة النخيب والهبارية وصولا إلى منفذ الوليدة الحدودي مع سوريا. وقد استخدم هذا الطريق في الفترة الماضية لنقل السلاح والعتاد والمقاتلين من إيران إلى العراق وسوريا ولبنان دون الحاجة للمرور بمدن بغداد والأنبار. ليس لدى إيران ما تقدمه للعراق وليس لدى العراق ما يقدمه لإيران. هذا عائد بكل بساطة إلى أن إيران فشلت في أن تكون قوة اقتصادية بما فشل العراق في إقامة نظام قابل للحياة. مقال للكاتب خيرالله في صحيفة العرب اللندنية. تتحمل إيران المسؤولية الكبرى عن اندلاع تلك الحرب، ولا تزال إيران تعاني إلى الآن عقدة تصدير الثورة التي نادى بها مؤسس الجمهورية الإسلامية الخميني، الذي لم يدرك يوما أن ليس لدى إيران ما تصدره باستثناء ميليشيات مذهبية وإثارة للغرائز. باتت إيران والدولة الأولى التي يزورها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بعد تشكيل حكومته. كان مفترضا أن يبدأ جولته الخارجية بالسعودية لولا اضطرار الملك سلمان بن عبد العزيز إلى دخول المستشفى فجأة لإجراء جراحة استئصال المرارة. ارتدت زيارة أهمية خاصة نظرا إلى أنها ستكشف هل هناك في إيران من هو مستعد إلى الارتقاء إلى مستوى الأحداث الخطيرة التي تشهدها المنطقة والتعامل معها بمزيد من التعقل بدل تجاهل الواقع الجديد. ما يظهر واضحا في السنة 2020 أن إيران التي ما زالت تحلم بنجاح مشروعها التوسعي ترفض إقامة علاقات متوازنة مع العراق، علاقات تأخذ في الحسبان أن ذلك يصب في مصلحة البلدين اللذين يمران بظروف في غاية الصعوبة. تفرض هذه الظروف أول ما تفرضه نقلة نوعية في كيفية التفكير في طبيعة العلاقات العراقية الإيرانية. يظهر من زيارة مصطفى الكاظمي لطهران ولقائه مع المرشد علي خامنئي ومع رئيس الجمهورية حسن روحاني أن الجمهورية الإسلامية لم تتخلص بعد من كل أوهامها العراقية. بين 2003 و 2020 تغيرت أمور كثيرة بين العراق وإيران. في النهاية لا تزال لإيران أذرعها الكثيرة في العراق، لكن الذي تبين مع مرور الزمن أن من الأفضل لها التوقف عند حدود معينة وأن تفكر في أنها لن تتمكن في يوم من الأيام من وضع يدها على العراق. صار العراق بلدا فقيرا، إنه بلد مدمر يتكل على النفط ولا شيء آخر غير النفط. جرت منذ العام 2003 عملية نهب منظمة لعائدات العراق من النفط. شاركت في هذه العملية أذرع إيران في العراق مع آخرين. لم يعد هناك الآن ما يمكن نهبه. تستطيع الدولة العراقية بالكاد دفع رواتب موظفيها. كان بين آخر الخطوات المشهودة لتشكيل المعارضة السورية الرئيسيين القيام بتبادل الرئيسين فيما بينهم، حيث صار رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة صار رئيسا للهيئة العليا للمفاوضات، وانتقل رئيس الأخيرة ليتولى رئاسة الائتلاف الوطني. ولم يشرح أحد منهما الأسباب التي تقف في خلفية هذه الخطوة، والتي لم تقابل باستغراب واستهجان الوسط السياسي السوري فقط، بل قوبلت باستنكار شعبي وصل إلى درجة الشتيمة قولا وعملا في مظاهرات نظمها جمهور واسع في إدلب. مقال للكاتب فايز سارة في صحيفة الشرق الأوسط حول المعارضة السورية. وسط هذا الوضع المعقد، المعارضة فقدت الأخيرة بجماعتها وشخصيتها المستقلة، مكانتها وأهميتها ودورها القيادي المفترض في هذه القضية، وصارت في موقع ومكانة شكلية وهامشية. وللحق فإن ذلك من بين عوامل إطالة المعاناة السورية، لأن ضعف المعارضة أو هامشية تأثيرها أسقط ثقة الأطراف الإقليمية والدولية فيها وفي احتمال نجاحها في قيادة مرحلة ما بعد الأسد ونظامه. إنما آل إليه وضع المعارضة بات يتطلب سلوكا سياسيا جديدا من كل الأطراف المتصلة بالقضية السورية المؤثرة فيها والرغبة في الذهاب إلى حل القضية، سلوكا
يتجاوز ما يحصل حالياً من شتم وتنديد وتشهير بالمعارضة على نحو ما يفعله أغلب السوريين وفعاليتهم وخاصة المعارضين النظام، وأيضاً يتجاوز واقع التهميش والإضعاف الذي تمارسه أطراف مصنفة على قوى دعم المعارضة، وقف حالة تجاهل المعارضة التي تمارسها غالبية الدول الموصوفة بأصدقاء الشعب السوري. فهذه السلوكيات جميعاً تساهم في النتيجة ببقاء نظام الأسد وتطيل زمن معاناة السوريين وتكلف المجتمع الدولي مزيداً من الفواتير الأمنية والسياسية والاقتصادية، وتناقض مصلحة الأطراف الراغبة في حل للقضية السورية وتعيق إمكانية الحل وتجعل احتمالاته أبعد. واقع الحال يؤشر إلى بعض ما وصل إليه الائتلاف والهيئة العليا للمفاوضات وعموم قوى المعارضة من تدهور وانحطاط سياسي وتنظيمي، وهو ناتج طبيعي لعاملين أساسيين، أحدهما يتعلق بوضع المعارضة على نحو عام، والثاني يتصل بالبيئة المحيطة بالقضية السورية في مستوياتها المحلية والإقليمية والدولية، والتي كانت الحيثيات المتصلة فيها سلبية، بل إنها كانت كارثية خلال السنوات الماضية في أغلب الجوانب، إن لم نقل في كلها، ما جعل المعارضة تصل إلى هذا المستوى من التدهور والانهيار والهوان أيضا. الآن إلى المقال الأخير، وهو مقال منشور في صحيفة نيويورك تايمز، وقالت الصحيفة فيها إن مسؤولين في إدارة دونالد ترامب يدفعون العلاقات الأمريكية الصينية إلى نقطة لا عودة، مضيفة أن مساعدي الرئيس يريدون ترك أثر دائم عن علاقات متوترة بين القوتين. خطوة بعد خطوة، ضربة بعد ضربة، تقوم الولايات المتحدة والصين بتفكيك عقود من التعاون السياسي والاجتماعي والاقتصادي، بما يفتح المجال أمام عصر من المواجهة تقوم على مواقف وأصوات الصقور في الطرفين. فمع تراجع شعبية ترامب في استطلاعات الرأي واقتراب موعد الانتخابات، كثف مسؤول الأمن القومي في إدارته هجومهم على الصين خلال الأسابيع القليلة الماضية، إذ استهدفوا المسؤولين والدبلوماسيين ومديري الشركات. في الوقت الذي أكدت فيه الهجمات على رسالة حملة ترامب الرئاسية إلا أن مسؤولين يخشون من خسارته يقومون بهندسة تغييرات لا رجعة فيها للعلاقات الأمريكية الصينية، وذلك حسب أشخاص على معرفة بتفكير الإدارة. وتقول الصحيفة أن الرئيس الصيني شي جين بينغ غدى النزاع من خلال تجاهله القلق الدولي وتعزيز سلطته الدكتاتورية وقمع الحرية في إقليم شينجيانغ وهونغ كونغ. وتعلق الصحيفة أن الجهود في مجملها قد تكون أكبر أثر يتركه دونالد ترامب في السياسة الخارجية، حتى لو لم تكن السياسة المتابعة باستمرار أي ترسيخ المواجهة الإيديولوجية الاستراتيجية بين أكبر اقتصادين في العالم. ويهدف التيار المتشدد في إدارة ترامب إلى بناء حالة مستمرة من التنافس الشديد والواسع، لأن المواجهة والإكراه والعدوانية والتحرش هو ما يجب أن تكون عليه العلاقة مع الحزب الشيوعي الصيني أيا كان الفائز في انتخابات رئاسة نهاية العام الحالي. وأكد وزير الخارجية مايك بومبيو في خطاب له يوم الخميس أن العلاقة مع الصين يجب أن تقوم على عدم الثقة ثم التحقق، مشيرا إلى أن العلاقات التي هندسها ريتشارد نيكسون مع الصين قبل نصف قرن تقريبا أدت إلى إضعاف المصالح الأمريكية بحسب قوله. قال فريق دولي من العلماء إن الأدوات التي تم استخراجها من كهف في وسط المكسيك تقدم دليلا قويا على أن البشر كانوا يعيشون في أمريكا الشمالية قبل 30,000 عام على الأقل، أي قبل 15,000 عام مما كان يعتقد سابقا. وقال سيبريان أردلين عالم الأثار في جامعة أوتونوما دي زاكاتيكاس المكسيكية المؤلف الرئيس لإحدى الدراستين لوكالة الأنباء الفرنسية، قال إن نتائجنا تقدم دليلاً جديداً على العصور القديمة للبشر في الأمريكيتين. وأضاف لا يوجد سوى عدد قليل من القطع الأثرية وبعض التواريخ في هذا النطاق، ومع ذلك فقد كان البشر هناك حتى لو لم يتم العثور على أثار لعظام بشرية أو حمض نووي في الموقع. وخلصت الدراسة إلى أنه من المحتمل أن يكون البشر قد استخدموا هذا الموقع بشكل ثابت نسبياً
ربما في الحلقات الموسمية المتكررة كجزء من دورات الهجرة الكبيرة، حيث كشفت الأدوات الحجرية الفريدة من نوعها في الأمريكيتين عن تقنية ناضجة يتكهن المؤلفون أن البشر جاءوا بها من مكان آخر. الآن نتابع الكاريكاتير. مشاهدينا، بهذا نصل وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من برنامجكم صدى الأقلام. ظلوا بخير وإلى اللقاء.